ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسا إلهيا في كنيسة القديس جوارجيوس في بلدة عنجرة شمال المملكة، وذلك بمناسبة عيد هامتي الرسل بطرس وبولس، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع من المؤمنين من أبناء المنطقة. المزيد في سياق التقرير التالي. بمناسبة عيد هامتي الرسل بطرس وبولس، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي بمشاركة الوكيل البطريركي في شمال الأردن قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال والوكيل البطريركي في مادبا قدس الأرشمندريت روفائيل وقدس الإيكونوموس جراسموس طاشمان والشماس صفرونيس حنا والشماس سابا حوراني في كنيسة القديس جوارجيوس عنجرة بمشاركة جوقة القديس نيقولاوس القادمة من بلدة الصريح ومجموعة كشافة ومرشدات الرعية وبحضور جمع من المؤمنين من أهالي المدينة. وأشار سيادته بكلمة ألقاها في نهاية القداس قائلا: إننا اليوم نحتفل بعيد رسولين عظيمين في الكنيسة، مؤكدا للحضور أنه علينا كما جاء بإنجيل اليوم أن نعترف بحياتنا كما اعترف بطرس أن المسيح هو ابن الله الحي. هدول القديسين اللي هم أعظم قديسي الكنيسة اللي بشروا العالم بأكمله، وسمعنا اليوم رسالة اليوم قديش كانت عميقة بالمعاناة والتضحية والتواضع اللي حملوه الرسول بطرس وبولس. اليوم استمعنا كمان لإنجيل اليوم، وإنجيل اليوم كان فيه اعتراف الرسول بطرس بالرب والمخلص يسوع المسيح. قديش نحن مهم إنه نعترف من خلال حياتنا بالرب يسوع المسيح، إنه نكون قدوة حياتنا، بوصلة حياتنا، هدف حياتنا ومركز حياتنا الرب والمخلص يسوع المسيح. وفي ختام كلمته أعرب سيادته عن سعادته بوجوده في هذه البلدة والرعية المحبوبة متمنيا الصحة والبركة للجميع. وقام سيادته مع لفيف من الكهنة والشمامسة وكشافة الكنيسة بزياح مقدس لأيقونة القديسين بطرس وبولس، وتضرع سيادته إلى الله أن يبارك الجميع بشفاعة القديسين العظيمين.
وبدوره شكر الوكيل البطريركي الأرشمندريت كيال صاحب السيادة على زيارته التفقدية المباركة، والتي خصها هذا العام بإقامة تذكار هامتي الرسل في بلدة عنجرة، وتمنى قدسه دوام الصحة والعافية لسيادته والخدمة الصالحة والمثمرة في حقل الكنيسة وشعب المسيح. وبعد القداس أقامت لجنة الكنيسة احتفالا مميزا رحبت خلاله بسيادة المطران وضيوفه الكرام وهنأتهم بهذا العيد المبارك، حيث ألقى عضو الكنيسة لؤي كفوف عريف الحفل والدكتورة ليلى كفوف كلمات ترحيبية بسيادة المطران. وشمل الاحتفال استئناف مسابقة مرشدات الكنيسة تم خلالها سحب جوائز للمتسابقين، والتي كانت قد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا. وفي نهاية الاحتفال قامت لجنة الكنيسة بتكريم قدس الأب جراسيموس ستاشمان شاكرة إياه على خدمته الطويلة في مدينة عنجرة والتي امتدت إلى 12 عاما، حيث عرضت إنجازات الرعية في آخر 8 أعوام. وفي لفتة كريمة قامت لجنة مرشدات مدارس الأحد بتكريم أم فاضلة من أهالي الرعية حرصت على مشاركة أبنائها في نشاطات مدارس الأحد وتقوم بتوصيلهم مع أبناء الحي إلى الكنيسة. فأعظم الأمهات أم جعلتني مسيحياً.